طبعا حديثنا عن القيامة، ولما يعني منقول انه حديثنا عن القيامة، اعطيني شو عم حاليا انت بفكرك، شو اللي عم بتفكر فيه في هاي اللحظة؟ في اللحظة دي بالذات النهاردة في كندا مثلا عيد، انا بسميه، الناس بيسموه عيد الهالوين، لكن انا بسميه عيد الموت. اوكي مزبوط. فاحنا عندنا اليوم طبعا صحيح. عارف ازاي هو عيد الموت؟ طبعا ده عيد الشيطان، وكل الرموز اللي بتستخدم في العيد ده هو عبارة عن جماجم وعناكب وحاجات واشباح وافاعي، فكلها حاجات اولا مرتبطة بالشيطان، واللي مرتبط بالشيطان بشكل مباشر الموت. تتذكر كلام الرب يسوع لما قال عن الشيطان ان ذاك كان قتالا للناس منذ البدء. نعم. وقال عنه ان السارق لا يأتي الا ليسرق ويذبح ويهلك، واما انا فقد اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل. فما اعظم الفرق. احنا من النهارده بنتكلم عن القيامة في عيد الموت.